لقاؤك الأول بالكعبة المشرفة لحظة آسرة، فالهواء الذي عبرك للتو أخذ من رائحتها شيئاً ليزرعه فيك. في هذه اللحظة الفارقة من حياتك ستدرك أن معظم الوقائع التي خطها لم تكن سوى أحداث هامشية أشغلتك عن حياتك الحقيقية التي بدأتها للتو. هذه اللحظة ستحملك على ذمة الحج لست ليال قادمة، تبدأ من يوم التروية وتنتهي في اليوم الثالث من أيام التشريق. وليس بعيداً عن الكعبة المشرفة ستمنحك الرحلة سرها الآخر، إذ وأنت على أرض منى لقضاء يوم التروية ستؤهل للحج استعداداً لتأدية النسك العظيم. ستبيت فيها لليلة كاملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،